لا يمكن أن في هذا التوقيت أن تخرج أمريكا من العراق، والدليل أنها عززت القواعد البعيدة عن العمق المتلاصق مع الميليشيات. حتى إذا طلب يعني السيد ذهبت إلى الكاظمي ذلك؟ حتى إذا طلب مو السيد الكاظمي، حتى إذا طلب الشرق الأوسط كل ذلك أمريكا يا سيدي. صحيح من الناحية القانونية أنا أتفق طبعا يجب أن تغادر أمريكا، ولكن إذا كانت هناك أولوية، يعني إذا كانت في حالة حرب سوف لن تلتزم، إضافة إلى أن العراق هو بحاجة للقوات الأمريكية يا سيدي. هذه الصورة يجب أن يعرفها الشارع العراقي. نحن يعني شوف مثلا أعطيك نقطة لم ينتبه عليها المحللون، اللي هي قضية التوغل التركي في الشمال. شام راقب موقف ترامب، لم يحرك ساكنا. لماذا؟ لأنه يريد أن يضغط على الإدارة العراقية حتى لا تطالب بإخراج القوات الأمريكية. العراق الآن يحتاج إلى القوات الأمريكية. طيب. يمكن السيد الجياشي في المجالات العسكرية الاستراتيجية هو يعرف ربما أفضل مني. يعني قضية أنه الغطاء الجوي العراقي صفر يا سيدي.